بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، أهلا بكم، ولقاء متجدد في رحاب برنامجكم مع التلاوة. أنهينا حديثنا عن وقف البيان في المرات الماضية، وقلنا إن وقف البيان قد يتعانق مع الوقف اللازم، فكل الأوقاف اللازمة هي وقف بيان، لكن ليست كل أوقاف البيان وقفا لازما. ها هنا انتهى بنا المطاف أحبابنا في حديثنا عن الوقف، لذلك أو لأهمية هذا الباب أراجع معكم باب الوقف والابتداء بأقسامه، لذلك تابعوا معي وانتبهوا لأني سأحصر الباب في إيجاز. باب الوقف والابتداء، قسمنا الوقف والابتداء فيه على أربعة أقسام، والأوقاف هنا في الأوجه الأربعة إما جائزة أو غير جائزة. فالأوقاف الجائزة ثلاثة، وهي الوقف التام والكافي والحسن، والغير جائزة هو الوقف القبيح. وقلنا إن باب الوقف والابتداء هو مكون أو مبني من ركنين مهمين، وهما تمام اللفظ وتمام المعنى. تمام اللفظ نعني بتمام اللفظ تمام الجملة إعرابا، وبتمام المعنى نقصد التفسير. والوقف يتم لفظا، أي ينقطع عما بعده لفظا لنبدأ بما بعده، فيكون الابتداء بما بعده بدءا لفظيا جديدا في وقفين هما التام والكافي. وطالما أن الوقف التام والكافي يتم عندهما اللفظ، إذا لابد أن ننظر لجهة المعنى. فالتام لفظ، فهو تام لفظا ومعنى، أما التام في المعنى فهو وإن تم لفظا إلا أنه لم يتم معنى. ومثلنا على الوقف التام أواخر السور وأواخر القصص وأواخر المواضيع، الأواخر دائما الأوقاف فيها أوقاف تامة. أما الوقف الكافي، مثلنا بالوقف الكافي للعبارات التي انتهت لفظا أي إعرابا في سياق معنى واحد، أي ما بعد هذه العبارة سنبدأ بعبارة جديدة تتحدث في نفس الموضوع، تواصل بيانه لكنها انفصلت إعرابا عما قبلها، هذا هو بيان الوقف الكافي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الوقف الذي لم يتم لفظا، وقلنا إن الوقف الذي لم يتم لفظا وبالتالي لن يتم معنى، فما لم يتم لفظا لم يتم معنى. هما نوعان من أنواع الوقف، هما الوقف الحسن والوقف الجائز. وقلنا إن الوقف الحسن يتميز عن الجائز، عن القبيح أقصد، الوقف الحسن يتميز عن الوقف القبيح في أن الوقف الحسن وإن لم يتم لفظا، يعني ما بعده متعلق به لفظا، إلا أن الوقف الحسن كون جملة عربية صحيحة حتى وإن كان لهذه الجملة ذيل بقية، لكن الجملة العربية الصحيحة أفضت إلى معنى صحيح، لذلك حسن الوقف عليه، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده لأن ما بعده متعلق به لفظا. أما القبيح فهو وقف غير المرام أو لم يعطي المعنى الذي أراده ربنا في كتابه، يعني لا يكون جملة صحيحة
وبما أنه لم يكون جملة صحيحة فهو أيضا لم يكون معنى صحيحا. وزدنا في الوقف الحسن تفصيلا وكذلك في الوقف القبيح، وقلنا إن في الوقف الحسن ما يحسن لا لأجل اكتمال أركان الجملة، وإنما لأجل مذهب الوقف على رؤوس الآية، فقد لا يتم اللفظ عند رأس الآية إلا أنه يحسن الوقف عليه لأنه رأس آية، هذا على من اعتمد الوقوف على رؤوس الآية مطلقا. وقلنا إن الوقف القبيح قد يجوز، الوقف القبيح، وهذا في حالة طول السياق يعني لا مسوغ للوقف، ففي هذه الحالة نسمح بالوقف القبيح على شرط، على ألا يغير المعنى، ثم نبدأ بما قبل محل الوقف بكلمة أو بكلمتين، وأخذنا مثالا على ذلك آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه الآية التي في سورة البقرة في الجزء الثاني آية طويلة وليس فيها وقف إلا على رأسها يعني ختامها، فمع ذلك نجوز الوقف القبيح للاضطرار لأن النفس لا يسمح بهذه الآيات أن تقرأ مرة واحدة، وإنما نقف على بعضها ثم نرجع قبل محل الوقف لنبدأ بكلمة أو كلمتين لبيان اتصال اللفظ. هذا المعنى تحديدا ذكره ابن الجزري رحمه الله في قوله وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا، أي يجوز الوقف عنده يعني عند الوقف القبيح في حالة الاضطرار، ثم لم يقف على هذا المعنى وإنما قال معقبا ويبدأ قبله يعني ويبدأ القارئ إن وقف على هذا الوقف بما قبله، فلا يجوز له الابتداء بما بعد هذا الوقف القبيح. ثم تحدثنا عن مذهب القراء في الوقف على رؤوس الآية، وقلنا إن القراء السبعة رضوان الله عليهم لهم مذهبان في الوقف على رؤوس الآية، إما الوقف على رؤوس الآية مطلقا وهذا مذهب ابن عامر، مذهب ابن عامر رضوان الله عليه، ومذهب من مذهبين جوزهما الشيخ أبو عمرو البصري وقال على هذا المذهب إني أستحبه يعني الوقف على رؤوس الآية مطلقا. والمذهب الثاني المذهب بالوقف على تمام المعنى، يقصدون بتمام المعنى تمام اللفظ، يعني إن تمت الجملة إعرابا عند رأس الآية وقفوا عليه، وإلا فإنهم لا يقفوا إلا عند تمام المعنى، كقول الله فويل للمصلين، هذا المعنى غير مكتمل فلا يجوزون الوقف هنا، وإنما عند تمام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون عند آخر الآية، لأن كل ذلك متعلق لفظا بعضه ببعض. وقلنا إن هذا المذهب مذهب سيدنا عاصم بن أبي النجود الكوفي الذي نقرأ بقراءته، وسيدنا نافع المدني رضوان الله عليه، وكذلك سيدنا الكسائي، وهو مفهوم من كلام سيدنا حمزة وسيدنا ابن كثير رضوان الله عليهم أصحاب القراءة، ولك أن تراوح بين هذه المذاهب فليس فرضا عليك أن تتبع المذهب الذي سلكه القارئ، وإنما لك أن تراوح بين هذه المذاهب وقفا وابتداء. ثم ختمنا حديثنا عن الوقف بالوقف اللازم، وقلنا إن الوقف اللازم وقف إذا وصل طرفاه غير المرام وشنع في الكلام، لذلك نلزم القارئ الوقف على هذا النوع من أنواع الوقف اللازم، وهو مندرج في بابة الوقف اللازم والوقف الكافي، كقول الله إنما يستجيب الذين يسمعون، نجيب الوقف هنا حتى إذا وصل لا يخلط المعاني بعضها ببعض فيقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، كذلك وما كان لهم من دون الله من أولياء في سورة هود، نلزم القارئ الوقف هنا
حتى لا يعني يصل فيقول من أولياء يضاعف لهم العذاب فيغير بذلك المعنى ويشنع في الكلام. وأتبعنا حديثنا عن الوقف اللازم بوقف البيان، وقلنا إن وقف البيان لا تظهر المعاني، ما لا تظهر المعاني إلا بالوقف عليه، كقول الله فأنزل الله سكينته عليه فنقف هنا، ثم نبدأ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذا إن كان الضمير في عليه على سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو أظنه الراجح عند المفسرين. فإن لم تقف ووصلت قد يتوهم القارئ أن الضمائر هنا واحدة عائدة على الذات المحمدية، اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك. ها هنا أحبابنا أكون قد استوفيت هذا الباب بشيء من الإيجاز، لأنتقل إن شاء الله في البيان لباب يتعلق بالوقف الابتداء، لكن ماهيته معتمدة على الرسم العثماني، لذلك أتبعت الحديث به الحديث عن الوقف والابتداء. كل ذلك في اللقاء القادم إن أبقانا الله وإياكم على خير وأفسح لنا ولكم في المدة لخدمة كتاب الله. لنرجع لوردنا القرآني المتوقف عند الآية 39 من سورة الزخرف لأبدأ في القراءة، ثم أثني بعد ذلك إن شاء الله بالإقراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. صدق الله العظيم. بسم الله نستفتح الإقراء بأحمد من سوهاج، تفضل يا أحمد. السلام عليكم الشيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. عليهم مقتدرون. بارك الله فيك وفتح الله عليك. وفاء من المنيا، تفضلي يا وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن أو تهدي العمي أو تأتي العمي ومن العمي ومن، يعني ما اخطفي الفتحة كده، العمي ومن كان في ضلال مبين. في ضلال مبين. فإما نذهبن
نذهلا بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. بارك الله فيك يا حاج وفاء وفتح عليك. أحبابنا لازلنا على الإقراء متواصلين، لكن نكمل بعد الفاصل فتابعوا. عدنا والعود أحمل لنستكمل الإقراء بالأستاذة عصمت من القاهرة. تفضلي يا أستاذة عصمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. شيخ أحمد ممكن أسأل بس بمناسبة الوقت والابتداء في التوبة. نعم تفضلي. الآية الثالثة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. إعراب رسوله إيه ده؟ مرفوع عليه حضرتك، مش هي المفروض معطوفة على رب الجلالة؟ يعني لا لا، أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، فرسوله مبتدأ اعتبار أن هي ابتدأ بها نعم. ضمنة جديدة مبتدأ. أي أحسنتي، مبتدأ خبره محذوف ورسوله كذلك. بارك الله فيك، أحسنتي هذا السؤال. طيب بارك الله فيك، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم أنكم. رقق اللام شوية. إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. الغنة قصيرة؟ أيوة الغنة قصيرة، زوديها شوي. فإنا منهم منتقمون. نعم. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت يا حاجة عصمت، بارك الله فيك. حنان من الإسكندرية، تفضلي يا أستاذة حنان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم. لا، علي صوتك شوية يا أستاذة حنان. ولن ينفعكم اليوم. ولن ينفعكم اليوم. لا، العين مفتوحة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. بارك الله فيك يا أستاذ حنان. معاذ من الشرقية، تفضل يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا يا أهلا، تفضل يا معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
تشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت يا معاذ، ما شاء الله عليك، فتح الله عليك. روضة معانا هتقرأ كمان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا يا روضة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ممتازة يا روضة، ما شاء الله عليك يا روضة، أنا أديك 200%، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك وفتح الله عليك. أسماء من الإسماعيلية، تفضلي يا أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفع العين مفتوحة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال فإما نذهبن بك فإن منهم لا، الياء مفتوحة وبعدها النون مشددة. نرينك. لا، الياء مفتوحة، انت بتسكني الياء ليه؟ نوريا، قولي كده ورايا. نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. بارك الله فيك يا أسماء. دائما الكلمات التي يشكل علينا جمع ألفاظها نقسمها قسمين أو ثلاثة، نوريا بس نضبطها بعدين ندخل عليها حرف ثالث، نوريا هكذا، ثم نكمل بالكاف، نورينك واحدة واحدة، نجمع الحروف بعضها إلى بعض حتى يستقيم لساننا على الأداء الصحيح. أستاذة سهام من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت يا حاج سهام، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. ناهد من القليوبية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم ينفع، افتح العين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع ثم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ضلال مبين. ومن كان في ضلال مبين. نعم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. منت رقاق التاء. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. منهم منت. منهم منتقمون. أيوة كده. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. أحمد من الجيزة تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ولن ينفع، افتح العين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك وفتح عليك. سيف من المنيا تفضل يا سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت يا سيف، بارك الله فيك وفتح عليك. الأستاذة أمال من شمال سيناء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
مقتدرون. أحسنت يا حق أمال، ما شاء الله عليك، فتح الله لك وبارك فيك. أحبابنا نخرج لفاصل ونعاود القراءة بعد الفاصل، فتابعوا. عدنا والعود أحمد، ونواصل القراءة بأحمد من الجيزة. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفع افتح العين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت ما شاء الله عليك، تلاوتك حلو وصوتك جميل، بارك الله فيك أحمد. هبة من الإسكندرية، تفضلي يا أستاذة هبة. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تاني يا أستاذة هبة، وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن لا اوصلي، ما فيش وقف هنا، اوصلي. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بالنون. مش فيها. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أحسنت بارك الله فيك وفتح عليك. عبد الحكيم من الفيوم، تفضل يا عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. 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 نعم. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. عليهم مقتدرون. عليهم مقتدرون. بارك الله فيك يا عبد الحكيم، وأطلق لسانك بتلاوة القرآن. إلزم شيخ أن الشيخ عبد الحكيم يعني يضبط لك الأحكام والشكل، لأن ضبط الشكل أولى من ضبط الأحكام. بارك الله فيك، اسمك غالي علي خالص، مولانا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف آخر الأئمة المجتهدين، هذا الاسم أعظمه، اجتهد حتى يكون لك من الاسم ومن صاحبه مكان ومكان يا عبد الحكيم، بارك الله فيك. الحاج عدلية من الجيزة، تفضلي يا حاج عدلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ضلال. في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. بارك الله فيك حاج عدلية، أحسنت، فتح الله عليك. شادية من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم إنكم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم. معلش أنا مرة أتصل. قوليها تاني. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أو وما ومن 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 كان في أو تهدي العمي ومن كان أو تهدي العمي أو من كان ومن ومن من كان في ضلال مبين. في ضلال. في ضلال مبين. نعم. فإما منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم. قولي تاني. الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. بارك الله فيك يا أستاذة شادية. أستاذة رضا من سوهاج، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي تسمع الصم أو تهدي العمي
ومن كان في ضلال مبين ومن كان في ضلال مبين ومن كان في ضلال ضلاء 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 ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون منهم منتقمون منهم منتقمون لا الغنى ما تسيبهاش يا أستاذ رضا منهم منتقمون منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون عليهم مقتدرون عليهم مقتدرون بوركت يا أستاذ رضا بارك الله فيك. خديجة من القاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك بعض الذي أو نرينك الذي أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون بارك الله فيك يا أستاذة خديجة وفتح عليك. ألفت من الجيزة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينفعكم اليوم ولن ينفع قوليها تاني ولن ينفع ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع تسمع أفأنت تسمع أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون بارك الله فيك وفتح عليك. مروة من قنا تفضلي يا مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان من القاهرة حضرتك. ماشي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون بوديكت يا مروة بارك الله فيك وفتح عليك. ها هنا أحبابنا ينتهي المطاف بنا في حلقتنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاود علينا وعليكم من بركات كتابه الكريم ونبيه العظيم إنه على كل شيء قدير ودمتم في رعاية الله.